الجاوي للموثقين الجديدة بشراكة مع محكمة الاستئناف الجديدة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة حول موضوع القانون 32/9 المتعلق بمهنة التوثيق بعد 10 سنوات من التطبيق، الإشكالات والاقتراحات. وخير ما نستهين به هذه الندوة المباركة آيات بينات من ذكر الحكيم يتلوها على ما سمعنا المقرئ عبد الكريم العروي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صدق الله العظيم. والآن أدعو جميع الوقوف للنشيد الوطني.
نفتتح هذه الجلسة بكلمة السيد رئيس جامعة شعيب الدكالي، ويلقيها نائبه الأستاذ رشيد هلال، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الجديدة، السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الجديدة، السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السيد نقيب المحامي، السيد رئيس المجلس الجهوي للمنطقين، السيدات والسادة رؤساء الشعب ورؤساء المختبرات وفرق البحث العلمي ومنسقي المسالك، السيدات والسادة الأساتذة الباحثين والأساتذة المنطقين، ضيوف الندوة الكرام، طلبة الأعزاء، أيها الحضور الكريم، كل باسمه وبصفته. في البداية أود أن أقدم لكم اعتذارات السيد رئيس الجامعة عن عدم تمكنه حضور الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة الوطنية نظراً للالتزامات المبرمجة منذ وقت. وبهذه المناسبة كلفني أن أبلغكم تشكراته للدعوة التي وجهتموها له، متمنياً لهذه الندوة كل النجاح الذي تستحقه، كما يرحب بكل ضيوفكم الكرام ويشكر اللجنة التنظيمية ولجنة التنسيق أشغال هذه الندوة وكل من ساهم في تنظيمها على المجهودات التي بذلوها لإنجاح هذا اللقاء العلمي الأكاديمي الوطني. كلمتي ستكون جد مقتضبة. هذه الندوة الوطنية التي نفتتحها اليوم تحت عنوان القانون 23/9 المتعلق بمهنة التوثيق بعد 10 سنوات من التطبيق، الإشكالات والاقتراحات، تعتبر جد مهمة لعدة اعتبارات. أولاً، الموضوع الذي تم اختياره من قبل لجنة التنظيم يعتبر موضوعاً ذا أهمية بالغة نظراً لأهمية هذا القانون في المنظومة القانونية ككل وفي وقتنا الحاضر وفي تحديد المهام والاختصاصات لكل الأطراف المتدخلة في التوثيق. ثانياً، لأن مهنة التوثيق تعتبر من المهن القانونية الحرة المساعدة للقضاء، وهي مؤسسة ضاربة الجذور في التاريخ، حيث نجد أصلها في القانون التوثيق الفرنسي لسنة 1803 الذي اقتبس منه ظاهر 4 مايو 1925، والذي يعتبر نقطة الانطلاق للتوثيق العصري بالمغرب. ومنذ ذلك الوقت وهي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الأمن التعاقدي داخل المجتمع المغربي، لأنها تضمن المحافظة على مصالح المرتفقين الذين تدفعهم حاجتهم إلى التوثيق وعقودهم عن طريق اللجوء إلى مؤسسة التوثيق. ثالثاً وأخيراً، الدور الذي تلعبه مهنة التوثيق في تحقيق العدالة القانونية والاجتماعية، وهو ما يساعد القضاء في دوره المحوري في صيانة الحقوق المكفولة دستورياً واستصدار الأحكام العادلة لتحقيق النجاعة القضائية، وكذلك المكانة الاجتماعية لهذه المهنة، دون نسيان الدور الاقتصادي المهم الذي يلعبه هذا القطاع في منظومة الوطنية ككل. لذا نطالب اللجنة المنظمة نظرا لأهمية هذا الموضوع نشر محاضرات الندوة، هذه الندوة نظرا لأهميتها ونوعية المتدخلين بها، وكذلك نظرا لخلاصاتها واستنتاجاتها، حتى تكون هذه المرجعية فائدة عامة على كل من يهتم، ولتنوير وإثارة انتباه القائمين على الأمور، وتكون كذلك مراجع لا للأساتذة الباحثين ولا للطلبة والطلبة الباحثين بسلك الماستر وسلك الدكتوراه. في النهاية أرحب بكل ضيوفكم الكرام وبكل الحضور، وأشكر كل من ساهم في تنظيم هذه الندوة، كما أشكر كل فاعلين في السلك القضائي وكل فاعلين في ميدان التوثيق وكل أساتذة الباحثين بجامعة شعيب الدكالي وجامعات أخرى، وكل من لم يتأخر في تقديم الدعم لهذه المبادرة الحسنة التي لا شك فيه سيكون لها منفعة كبيرة في تجويد وتحسين مادة التوثيق بمملكتنا العزيزة. نتمنى